وتصح نية المفارقة لكل من الإمام والمأموم لعذر يبيح ترك الجماعة. نعم، قال وتصح نية المفارقة لكل من الإمام والمأموم لعذر يبيح ترك الجماعة. يعني وانت تصلي مع الإمام قررت انك تصير لحالك مفارقة بدون ما تقطع الصلاة، وانما تفارقه، يعني تكملها لحالك، تكملها لحالك، او تقطع الصلاة وتصلي وحدك. المهم ان المفارقة متى تجوز؟ قال عند الحاجة. عند الحاجة مثل شنو الحاجة؟ تطويل الإمام، مثل الإمام طول مثلا، هو عنده شغل، عنده التزام، عنده ارتباط شيء معين، والإمام طول. وهذا قد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى معاذ رضي الله عنه بالناس افتتح بالبقرة، وكان من عادتهم إذا افتتحوا السورة يكملونها، فهذا يوم شاف معاذ بدأ بالبقرة وطول شوي انسحب طلع من الصلاة. فلما أخبر معاذ رضي الله عنه اتهم الرجل بالنفاق، كيف تفعل هذا؟ مو شغل المسلمين هذا. فالرجل قال والله لأشكونك للنبي صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أصحابنا واضح، يعني نشتغل طول النهار، طيب فنأتي نصلي فيطيل بنا معاذ، نحن نتعبنا بالنام تعبانين. فغضب النبي من معاذ صلى الله عليه وسلم، قال أفتان أنت يا معاذ؟ إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن وراءه المريض والضعيف ذو الحاجة. فالقصد أن النبي لم ينكر على الرجل أنه طلع من الصلاة، وإنما أنكر على معاذ أنه أطال الصلاة. فهنا إذن له أن ينوي المفارقة للحاجة، وهي مثل تطويل الإمام. ممكن يكون المرض تعب مو قادر يكمل، ممكن يكون أحيانا خوف على ماله، يتذكر أن ماله مكشوف مثلا أو شيء، ممكن يشغل عن الصلاة. يعني مثلا حين واحد كبر يصلي ثم تذكر أن السيارة فيها مبلغ مؤتمن عليه كبير، والسيارة مو مكفولة مثلا، أو المال مكشوف مثلا، طيب تذكره الآن، والحج يطول فيهم الإمام، هذا الآن هل سيصلي ولا باله مع الفلوس؟ باله مع المال. هل له أن يقطع الصلاة؟ قال نعم، ينوي المفارقة، ينوي المفارقة، لأن عندنا يعني صلاة جماعة، وعندنا خشوع في الصلاة. الخشوع في الصلاة أهم لأن جزء من الصلاة، أما الجماعة شيء إضافي، فيقدم الشيء الذي هو من أصل الصلاة فيقطعها ويروح يضبط أموره، يقفل السيارة، يخش الفلوس كذا، ثم يرجع ويصلي مرة ثانية. إذن لمرض أو خوف أو تطويل إمام، سواء خوف على ماله، خوف على أهله، خوف على عرضه، أي شيء من هذا له، أو خوف رفقة مثلا، فوات رفقة يفوتون عنه بيسافر مثلا، مثل الحين اللي بالمطار مثلا، أنا حدثني أحدهم يقول بالمطار رايحين بقى على الطيارة يعني بيسكرون الباب، فقال خلنا نصلي بسرعة، حجي طول فينا يقول بالصلاة، زين ما أخذ راحته بالصلاة، أنت بتطير طحنا يلا ودنا الفاتحة وركع، يقول هذا ما شاء الله أخذ راحته بالصلاة، يقول حتى لما خلصت صلاة زفوه بعض الناس، يعني اتق الله فينا ورانا السفر حنا، شلون تطول كذي. فالقصد هذا لو ما يعني استمر مع الإمام، نوى المفارقة كملها بروحه مثلا، يجوز له ذلك، يجوز، لأنه فوات رفقة ستفوته الطائرة مثلا أو كذا، هذا يجوز له أن يقطع الصلاة أو ينوي المفارقة. نعم. ويقرأ مأموم فارق إمامه في قيام أو يكمل، وبعد الفاتحة له الركوع في الحال. نعم، يقرأ مأموم فارق إمامه في قيام أو يكمل، وبعد الفاتحة له الركوع في الحال. يعني إذا كان يصلي خلف الإمام زين ونوى المفارقة في أول الفاتحة، تو الإمام بدأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، تذكر مثلا اللي قلنا مثلا فلوسه، ولا تذكر شيئا، أو يبي فارق، طيب قال فيفارق. هنا ايش قرى الإمام؟ قال وصل إياك نعبد إياك نستعين، كمل اهدنا الصراط المستقيم، اطلع من الإمامة، يعني حتى لو بمكانه معاه يكمل هو بروحه، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يركع مثلا، طيب هذا نوى المفارقة. الجزء الذي قرأه الإمام له، لو أن يستفيد منه، واضح إن شاء الله تعالى. نعم، ويكمل على قراءة الإمام. يقول فارق إمام في قيام أو يكمل، يعني يكمل الفاتحة،
وبعد الفاتحة لو كان الإمام قرأ الفاتحة وبدأ بالسورة اركع على طول خلاص، لأن الفاتحة هي الركن، السورة التي بعد الفاتحة إيش؟ سنة كما سيأتينا، فالركن أدى اركع على طول مباشرة، طالما أن أكملت قراءة الفاتحة مع الإمام لك أن تركع وحدك. نعم.